ضراوة المعارك تشتد على أبواب مدينة مأرب الغنية بالنفط. الحوثيون وضعوا نصب أعينهم السيطرة عليها منذ أسابيع. هدف لا يبدو سهل المنال، خاصة وأن المدينة هي آخر معقل للقوات الحكومية في شمالي اليمن. معركة شرسة يدفع فيها الطرفان بتعزيزات عسكرية ثقيلة إلى جبهات القتال المشتعلة. وفيما يشدد الحوثيون من هجماتهم، تستميت القوات الحكومية في الدفاع عن هذا المعقل، مكبدة القوات المهاجمة خسائر في الأرواح والمعدات. آخر حصيلة أعلنتها وزارة الدفاع اليمنية تفيد بمقتل قائد كتيبة التدخل السريع في قوات الحوثي قصي شايع العماري ومصرع عدد من المقاتلين الحوثيين بقصف مدفعي. دفاع عن مأرب يجري تحت غطاء من طائرات التحالف التي شنت عدة ضربات جوية استهدفت تجمعات متفرقة لقوات الحوثيين، إضافة إلى تدمير آليات ومعدات. صوت المدافع وأزيز الرصاص وهدير الطائرات المقاتلة يتصاعد في مزيد من مناطق اليمن، رغم المساعي الدبلوماسية الدولية التي تبذل في أكثر من عاصمة في محاولة لوضع حد لحرب أحرقت الأخضر واليابس في البلاد ووضعتها على حافة مجاعة حقيقية. حرب متواصلة منذ أكثر من 6 سنوات تسببت في أسوأ كارثة إنسانية في العصر الحديث بحسب هيئة الأمم المتحدة، غير أن أطراف الصراع في البلاد لا تزال مصرة على الخيار العسكري سبيلا أوحد لوضع حد لهذه الكارثة المستمرة.